شهدت مرتفعات بلدة تشريعة في ولاية البوليدة بالجزائر عاصفة ثلجية أدت إلى تراكم الثلوج على الأرض والأشجار والطرق، وعرفت مرتفعات تشريعة إقبالا كبيرا من سكان البلدة والمناطق المجاورة للتمتع بالثلج واللعب بالزلاجات والتقاط الصور. عبر مناطق كثيرة في الجزائر استمر تساقط الثلوج لعدة أيام، أضفت بياضا على عدة مدن ومناطق جبلية. وكما في معظم ولايات الوسط والشرق الجزائري، شهدت مرتفعات بلدة الشريعة في ولاية البوليدة عاصفة ثلجية أدت إلى تراكم الثلوج على الأرض والأشجار والطرق. انتظر سكان البلدة والمناطق المجاورة هدوء العاصفة للتمتع بالثلج واللعب بالزلاجات والتقاط الصور. جيت لهنا باش نشوف الثلج ونلعب وصافي بليزير و سي بيان. فرحنا كي جينا لهنا والدنيا شابة وصافي بليزير. استغلت العائلة هذه المناظر للتنزه وقضاء أوقات وسط بياض الثلج في بلدة شريعة التي تعرف في الجزائر بمرتفعاتها التي تجلب الزوار إليها في الشتاء بسبب تساقط الثلوج. جينا نشوفوا شريعة أول مرة نجو، احنا من الصحراء ورانا فرحانين نقراو هنا في بليدة. التساقطات الأخيرة للثلوج جاءت بعد فترة شح أمطار في الجزائر منذ بداية موسم الشتاء، الأمر الذي استبشر به المواطنون. الحمد لله على النعمة اللي عطاها لنا ربي سبحانه، وهذا خير كبير. ما كاين على بالك بلي دول منا ومنا ما كانش، راهم يتمنوا النعمة هذه اللي كانت عندهم. إقبال المواطنين على مرتفعات الشريعة دفع السلطات إلى وضع خطة خاصة استعدادا لاستقبال الزوار الذين من المتوقع زيارتهم للمنطقة الجبلية السياحية بأعداد كبيرة. وتسببت الثلوج المتساقطة في إغلاق العديد من المدارس أبوابها وعزل قرى ومدن وقطع طرقات واضطراب في حركة الطيران.